كنت متأكدة من أنني سأقتل. كنت أشعر أنه يقوم بالتهديد من خلال صوته، وعرفت أنه كان يملك سلاحاً. كنت أعلم أنه يحمل سكيناً. إنها فكرة مرعبة أن يقتحم دخيل منزلك في منتصف الليل بينما تكونين نائمة. إليزابيث روزنبرغ كانت تحس بالأمان لأنها كانت تعيش في شقة في الطابق الثاني، لكنها لم تعلم أن لصاً متسلسلاً ومغتصباً كان يراقبها، وعرف أنها تعيش وحيدة واستخدم حبلاً. كانت ليلة من كانون الثاني في لوس أنجلوس، وكانت إليزابيث متهيئة للتوجه إلى السرير. شاهدت أخبار الساعة 11، فكانت هناك سلسلة من السرقات في منطقتها، وقبل 3 ليال تمت سرقة وقتل زوجين على بعد بضعة أميال. الشرطة تقول إن الزوجين قتلا من قبل لص الشرطة الذي استمر في تضليلهم. لكن إليزابيث لم تكن قلقة رغم أنها تعيش وحيدة، فهي تغلق أبوابها والنوافذ في الليل وتنام والهاتف على الوسادة بجانبها. فعلت هذا دائماً، كنت أشعر أنه احتراز أمني. كانت هذه فكرتي لحماية نفسي. كنت نائمة عندما لاحظت شيئاً يضيء في وجهي. فتحت عيني، وعند مدخل الباب كان هناك جسم أسود بضوء ساطع. كنت نعيسة جداً، فكرت أن شيئاً ما قد حدث. اعتقدت أن المالك قد قدم لإخباري بشيء ما، وعندها بالطبع سمعت صوتاً يتحدث إلي، وكان الصوت قريباً مني. أنا هنا لسرقتك. لا! فتحت فمي وقمت بالصراخ. لا تصرخي. قام بدفع المسدس نحو خدي، وأحسست أنه كان مسدساً، ثم مد يده وقام بقطع سلك الهاتف. كان الظلام حالكاً، كل ما استطعت فعله هو سماع صوته والشعور بوجوده بجانبي تماماً. كنت خائفة جداً، بدأ قلبي بالخفقان. لم أسمع ما كان يقوله لي، قلبي كان يخفق بشدة. أنا آسفة لم أسمعك. يجب أن أعاقبك. بالطبع ملايين الأفكار خطرت ببالي، وفكرت بأنني سأموت. لدي سكين، إذا تحركت سأقتلك. كنت واثقة من أنني سأقتل. كانت لدي فكرة واحدة، وهي إخراجه من غرفة النوم وإبعاده عني بأي وسيلة. أين المجوهرات؟ أريد المجوهرات. إنها هناك، لكن لا يوجد أي شيء ثمين. ولا حركة، لا تتحركي. فتح الدرج وسمعته يتحسس خلاله. كان يضيء ضوءه داخل الدرج. أليس هناك شيء آخر؟ لا. ثم أضاء ضوءاً على يدي. كنت أرتدي خاتماً، وكنت أرتديه دائماً، لا أخلعه أبداً إلا عندما أقوم بغسل يدي. قام بسحب الخاتم.
الجزء الصعب في ذلك هو الجلوس على السرير منتظرة حدوث شيء ما. كنت خائفة جداً، كنت أرتعش، قلبي كان يخفق بصوت عال لم يتوقف. كنت متأكدة من أنني سأصاب بنوبة قلبية. أين نقودك؟ قمت بصرف الشيك الشهري للتو. أين هي؟ إنها في الرواق. ولحسن حظي كانت محفظتي في الرواق، وكنت قد صرفت شيكاً ذلك اليوم بحوالي 90 دولاراً، ودون قصد مني كذبت عليه. قلت له لقد صرفت الراتب، إنه راتبي الشهري، لذلك فإن كل النقود في المحفظة. إليزابيث عرفت أن تلك فرصتها للهرب، لكن أين؟ لا تتحركي، ابقي مكانك. كان تصرفاً فطرياً سريعاً. عندما أدار ظهره للمشي باتجاه القاعة، كان هناك مكان واحد قريب مني، وهذا كان حمامي. خرجت من سريري وهرعت إلى الحمام. كنت خائفة جداً من أن يطلق النار من خلال الباب، والذي كان من السهل فتحه. كان هناك واحد من تلك الأقفال الخفيفة، وهذا كان عندما بدأت بالصراخ: النجدة! النجدة! آملت إليزابيث أن صراخها سيفزع المقتحم ويعلم جيرانها أنها في ورطة. تابعت الصراخ، صرخت مدة 3 أو 4 دقائق، ثم سمعت فجأة طرقاً على الباب الأمامي لشقتي. ركضت نحو الباب الأمامي. إليزابيث كانت آمنة. قام الجيران بالاتصال بالنجدة، ووصلت الشرطة وفتشت شقتها. رغم أن المقتحم هرب، لكنه كان قد ترك قطعة على الشرفة، وبمساعدة كلاب البحث وفي أقل من ساعة اعتقلته الشرطة على بعد شارعين فقط. تمت محاكمته وأدين، وحكم عليه بالسجن 45 عاماً على جرائمه. إليزابيث كانت فخورة أنها ساعدت الشرطة على الإمساك بمجرم خطير، لكنها ما تزال لا تصدق أنها قامت بذلك. أدهشني أنني أمتلك ذلك النوع من الشجاعة، لأنني بصدق لا أتوقع أن أكون ضحية جريمة عنف بأي طريقة. اللصوص يقتحمون 1.5 مليون منزل كل عام. 60% من السرقات تحدث خلال النهار. يفضل اللصوص التسلل داخل المنزل بينما يكون المالكون في العمل. اللصوص الأكثر جرأة لا يهتمون بوجودك في المنزل أثناء اقتحامهم. هؤلاء الأشخاص الذين يجب أن تقلقي منهم. إذا اقتحم اللص المنزل أثناء تواجدك داخله، يجب أن تحاول الخروج بأقصى سرعة. لست بحاجة لمواجهة اللص إذا استطعت تجنبه. مري بكل الغرف وتفحصي كل نافذة وباب. هل تستطيعين فتحها بسرعة عند الحاجة؟ هل تستطيعين القفز خارج النافذة بأمان إذا اضطررت لذلك؟ لاحظي إذا كانت أي غرفة لا تحتوي على مخرج، ستكون الغرفة الأخيرة، لأنك ستكونين محاصرة إذا تبعك اللص. إذا علقت داخل المنزل، شكلي غرفة الذعر الفوري الخاصة بك. توجهي نحو الحمام حيث يكون المرحاض مواجهاً للباب. ادفعي بقوة الباب باستخدام قدميك. قد تتمكنين من جعل غرفة الذعر الفوري أكثر أماناً عن طريق إضافة قفل قوي. للأمان الهاتف الخلوي ضروري. لا تستطيعين الوصول إلى الحمام؟ فكري بالاختباء داخل قطعة من المفروشات كخزانة كبيرة أو صندوق، لكن خذي أي شيء كسلاح في حال احتجت إليه. إذا حصرت قاومي. تحتاجين لإعاقة المقتحم مؤقتاً ليكون لديك ثوان قليلة للهرب والحصول على نجدة. منزلك مليء بالأدوات التي تصلح كسلاح. في المطبخ، ألقي شيئاً داخل عينيه كالملح أو الفلفل الحار. في غرفة المعيشة، أمسكي جهاز التحكم عن بعد وقومي بوخزه على حنجرته. في الحمام، رشي مثبت الشعر أو سائل التنظيف في عينيه. داخل غرفة النوم، إذا قام أحد بإيقاظك فجأة، قومي بضربه على رأسه بكأس الماء ثم اهربي. ها
هذا ما قامت به امرأة من فلوريدا عندما واجهت طصا داخل منزلها. جذبت إناء للزهور وضربته على مؤخرة رأسه، ثم قامت المرأة بطلب الشرطة وتم اعتقال الرجل. أجسامنا تفرز الأدرينالين لا إراديا عندما نواجه خطرا يهدد الحياة. هذا يعمل على تسريع معدل دقات القلب وسعة التنفس ويقوي العضلات لنستطيع المقاومة أو الهرب بسرعة. لكن هذا قد يحرف إحساسك بالوقت، فتبدو الأحداث الصعبة أسرع بكثير أو أبطأ بكثير أحياناً. امرأة في نيو مكسيكو كانت تبدو نائمة عندما اقتحم اللص منزلها وهاجمها في سريرها، فتظاهرت بأنها تتقلب وهي تحلم. بعد ثوان كان لديها القوة لإلقاء مهاجمها بعيداً عن السرير وإبعاد مسدسه. لا تكوني معزولة عن الحماية داخل منزلك، اعلمي طرق الهرب الخاصة بك، وضعي سلاحاً فورياً في كل غرفة. هذا يبقيك آمنة إذا زارك لص أثناء الليل.